تجي لهنا تاكل لبلابي قداش مره في الجمعه؟ نجي كل يوم احسن لبلاب هذا في الحوم وهارق ما وكل شيء. تو مازال كملت صحبت لبلاب؟ تو مازال كي كملناه صحاب شويه. ايش فيك عاش احمدي؟ لا سهرياتكم في الليل وين تعديو؟ نعديو باب السويقه ونجاو لهنا من بعد ناكلوا لبلابي ومن بعد نلقاو القهوه هذه ومن بعد نروح على الريح. اما ذا احسن لبلابي في تونس عندي انا. يزاد ولد الباء ذقتي مره ما عنده؟ هاي ذقت بيه يزاد هذاك اما هذا خير منه. شنو تتمنى لتونس في 2013؟ ايه نتمنى للشباب يشوفونا خدم مستقبل يشوفونا حاجات خاطر نحنا ما عندنا حد شيء ما كيكا ماشيين ما عندنا حتى مستقبل ما عندنا حد شيء. انت بطل؟ بطل عمري 20 سنه انا ما عندي حتى مستقبل. وقاعد فركس على خدم؟ قاعد ما ثمياش خدم ثم شيء. هاو هذا زاد كيف يحكي بطل زاد انت؟ ايه بطل. شنو انا الخدمه اللي تتمناها في 2013؟ خدمه يا اخي في 2013 مازال فما خدمه هو ماش فما خدم سي. مش متفائل ب 2013؟ متفائل يا دي 2013 سي البلاد باش توفى سي تونس وفيت 2013 تونس توفى. انا كيك حكي نحن 2012 ما شافوناش حل نحن الشباب انا عمري 20 سنه زي عمره 19 سنه ولا 20 سنه وما شافوناش حتى حل الامكانيه نتاع الشغل نتاع وين خلينا بطاله كيك فهمت كيفاش. واحد اللي يصل عمره 40 ولا 50 سنه باش وقت يلقى خدمه ما هو من توا من نحن عمرنا 20 وهذا يشوفوا لنا حل. احنا مع تونسنا تي في بحول الله نوصل لكم الصوت نتاعكم. وصلونا خويا ونحبوا صوتي للسجون ولا مش نورمال. لحقتش عمري انا 20 سنه عندي 5 ربطيات حبس. انا شفني انا ما عندي حتى حد يعطيني فلوس نسرق باش نجيب فلوس. عمري 20 سنه عندي 5 ربطيات كان جات ثم امكانيات وخدم وبلايص راني ما نسرقش انا راه ما عنديش 5 ربطيات وراني كان جات ثم امكانيات تاع خدمه راني خدمت انا ما نمشيش نسرق ونمشي للحبس. تحس روحك ملزوم؟ ملزوم باش نسرق وهم يشدوا فيا ونمشي للحبس. هذيك الحاكم زاد تعبنا على الاخر الحاكم. كيفاش متعب؟ تعبنا الحاكم تعبنا في كل شيء. مرا تخطفوا لها يقولوا فلان فلان برا جيبوه هذي فلان. تحسهم يتبلاو عليك؟ يتبلاو على الاخر. 5 ربطيات متبلين علي. المرة 5 ربطيات متبلين علي. المرة الأولى صحيح أنا عملتها 3 زيت، المرة الثانية صحيح أنا عملتها 3 زيت، المرتين الأخرانيين لك القضايا المكتسين اللي عندهم هما المرة قديمة كلهم يجيبوهم لي انا ويعملوا لي في عروض ويعملوا لي في واحد ويحرشوا في نساء يقولوا لها قول هذاك. نحب نلقى الكلام هذا اللي قلته وانا معناها ما تقصوهوش ولا ما وعد بحول الله. الكلام هذا الكل ما غير ما يتقص في حق في حد شيء. وقت ايش خويا نلقى؟ كل خميس ان شاء الله بعد الاخبار على تونسنا تي في. ايه مرحبا بك. مشيت معاك.